الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات أريج الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بناة المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء بحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم روح الحياة، هذا البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرة يومي الجمعة الثلاثاء والجمعة عبر قناة التناصح الفضائية وكذلك المسموعة، فحي هلا بكم. حديثنا اليوم عن العلاقة الزوجية، والحقيقة أنا اخترت هذا الموضوع نتيجة كم الرسائل التي وصلتني عبر الرسائل النصية وكذلك الواتساب، والرقم سوف يعني ترونه بعد قليل على الشاشة. لما تكلمت عن البيت النبوي ومن وحي الحياة الزوجية النبوية، تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، وتكلمت النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فاكتشفت أن في مشكلة من خلال الأسئلة تعاني كثير من الزوجات وكذلك الأزواج، أن في مشكلة داخل الأسرة، والحقيقة هي ليست ذات بال، لكن نتيجة عدم الوعي بالمشاكل وطبيعة المشاكل وطبيعة الحياة الزوجية والغرض والهدف من الزواج، ونتيجة الميديا وعالم الإعلام ومخرجاته التي تضخ في مفاهيم خاطئة تصادم القيم والفطرة وتصادم رسالات الله سبحانه وتعالى، ونتيجة الضخ الإعلامي لوضع المرأة في زاوية إن هي خلقت للمتعة ولا تملك إلا جسدها، من هنا صار الاضطراب وصار الأمر المريج المختلط في فهم ما هي الحياة الزوجية. فاخترت هذا العنوان العلاقة الزوجية، وستكون بإذن الله تعالى يعني على حلقتين، وأتوقع أن لهذه الحلقات سوف يكون ظلال كبيرة جدا من خلال دخولنا البيوتنا، وكل بيت فيه مشكلة، في كل واد بنو سعد كما يقال. العلاقة الزوجية الأصل فيها تشكل يعني علاقة في محيط الأسرة، لكن علاقة خاصة، هي علاقة خاصة لها وضع خاص وإطار خاص وقانونها الخاص. يعني نحن نعلم جميعا من كتاب ربنا أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن 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 خلق الناس، يعني سبحانه وتعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني الخلق الأصل فيه مقصد السكن والراحة والطمأنينة، وهذا بحد ذاته لما خلق الله آدم وخلق له من نفسه زوجا يسكن إليها يؤكد أن المرأة لم تخلق لتكون متعة للرجل، يعني كما يحلو لكثير من الرجال أن يفهم، وكما تعتقد الكثير من النساء. وهنا الزلزال في مواجهة أو فهم الحياة الزوجية. المرأة يعني خلقت هي والرجل على حد سواء
خلقت لمهمة، خلقت لوظيفة، كما خلق الرجل لمهمة، خلقت للعبادة، خلقت للبناء، خلقت للحياة، خلقت للإنجاز، خلقت للشراكة، خلقت للتكاملية مع الرجل ضمن عقد وميثاق غليظ. ولذلك نستطيع أن نقول أن الحياة الزوجية هي شراكة، هي شراكة يعني أبدية، الأصل فيها التعبيد. وليس بصحيح أن المرأة خلقت للرجل، ولا يوجد في القرآن على حسب علمي واطلاعي ولا في سنته صلى الله عليه وسلم ما يوحي بأن المرأة خلقت للرجل كما يظن البعض، وأن المرأة هي أداة متعة الرجل. وهذا لا شك أنه هو يعني في الخارطة الذهنية تشكل في السلوك غير محمود، ومواقف أيضا غير رشيدة. لماذا؟ لأن في فكرة خطأ، في سلوك خطأ، وحياتنا من صنع أفكارنا. هذا السلوك الذي يخرج من في معاملتنا لبعضنا وفي في في بيوتنا هو نتيجة فكرة معينة مسيطرة علينا. فالمرأة خلقت هي والرجل على حد سواء في مقام واحد من حيث المسؤولية، من حيث المسؤولية، ومن حيث الإنسانية، ومن حيث التبعة وتحمل آثار فعلها. يعني وأظن أني ذكرت يوما أن بعض الشعراء ينظر، أو بعض الناس ينظر إلى المرأة كأنها شيطان وأصل كل شر، وهذه عقيدة كانت عند الأوروبيين، الأصل في المرأة شيطان ولا روح. وقال الشاعر: إن النساء شياطين خلقنا لنا، إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. وقال آخر بيرد عليه كما يقول: بكحل عمى، بكحل عمى، قال: إن النساء رايحين خلقنا لنا، وكلنا نشتهي شم الرياحين. طبعا حتى الأخير هذا هو البيت الثاني: إن النساء رايحين خلقنا لنا، وكلنا يعني يشتهي شم الرياحين. هذا حتى هو معنى غير صحيح ومنتقد، لأن افتراض المرأة أن هي ريحانة، هي ريحانة فقط خلقت للرجل ليشمها ثم تذبل، هذا معنى غير صحيح، لأن الريحانة في النهاية تذبل خلاص، إذا ذبلت يزهد فيها وتترك. فالمرأة لها مسؤولية، يعني حتى لما يقول الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، ريت ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم، انتبه كلمة بينكم أيها الزوج والزوجة، وأنتم تشاهدوا فيه الآن هذه البينية، لاحظ البينية، لم يقل جعل من الرجل مثلا، أو جعل للرجل من المرأة، أو جعل من الرجل للمرأة مودة ورحمة، لا، إنما قال: وجعل بينكم. هذه البينية، هذا التبادل، كل يحتاج إلى المودة والرحمة. ولذلك علاقة المودة وهي الحب، وعلاقة مودة هي الحب، وعلاقة الرحمة التي تكون مع الحب، يكون المودة الحب ومعه الرحمة، لأن الحب أحيانا يعني تكون موجودة الرحمة بدون حب، بمعنى وإن كان الحب معنى جميلا ومهم في هذه الحياة، لكن منسوبه يزيد يرتفع وينخفض، يزيد وينقص بحسب النفسية والمزاج. الحب ممكن أن تأتي له عوارض تغيره، ولذلك تبقى الرحمة. لكن إذا غاب الحب ونتيجة بعض العوارض، نتيجة المزاج، نتيجة الظروف، يعني هنا لما يغيب الحب تطل وتظل الرحمة بدلا منه، بأن يكون يعني ضعف الحب لعارض، يعني لا تبقى الرحمة باقية. لكن إذا ضعف الحب أو نقص منسوبه أو ذبل، هل تغيب الرحمة ونبدأ في الخصومة وتبدأ إلى العداء والزهد في كل يزهد في الآخر، والتطلع إلى ما وراء أبدا؟ بالعكس، هذا كما يقال الحياة الزوجية هي فيها عش العصافير وعش الزنابير. عش العصافير فيها الأصوات الجميلة، فيها الوئام، فيها الانسجام، فيها العلاقة الحميمية، وأحيانا فيها عش الزنابير، الصراع والصدام. لكن مش بالضرورة أنه إن لم يكن عش العصافير ننتقل لعش الزنابير أبدا.
نريد المعنى الرباني الرحماني، مودة ورحمة، جعل بينكم مودة. ولذلك أيها المتزوج، أيها الزوج، أيتها الزوجة، لما يعقد لك في يوم فتحتك وانت فرحان والناس يباركوا لك ويهنوك، ويا ما كما نقول هرمنا من هذه من أجل هذه اللحظة التاريخية، ولا أسمع المأذون شنو يقول أو العاقل شنو يقول على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نقول على كتاب الله وسنة رسول الله، يعني البيت هذا عنده مرجعية وهو الإسلام، وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لازم تعرف أن العلاقات كثيرة في هذه الحياة، علاقة أصدقاء، علاقة الآباء بالأبناء، علاقة الإخوة والأخوات، علاقة الأعمام والعمات، علاقة الخالات والأخوال، علاقة الأصدقاء، علاقة الجيران. لكن سبحان الله العلاقة الزوجية يعني متميزة ولها طبع خاص ولافتة للنظر. يعني سبحان الله، يعني واحد يلتقي بامرأة ليس بينه وبين لا نسب ولا قرابة ولا أي رابط، أسرة مختلفة تماما، واحد شرق واحد غرب، واحد في أقصى الأرض واحد في أدنى الأرض، ثم يجمع الله بينهما، مرات من وطن مختلف وثقافة مختلفة، يعني طبيعة مختلفة، ويلتقيان ويكتب الله سبحانه وتعالى أن تكون العلاقة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحدث التعارف مع الزمن. يعني مش بالضرورة راه الإنسان يعرف الآخر قبل زواجه، إن في عادة الناس السؤال والتنقيب والتدقيق والتحقيق والتنقيح، ثم وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أما مسألة التعارف هذه يعني هو اللقاء، نعم في الخطبة وكذا في تقييم خاص، في أرواح تتشام يعني قابلية وغيرها، لكن معرفة وتأتي بالزمن، تأتي بالزمن. لكن في مشترك بينك وبين هذه المرأة وبينك وبين هذا الرجل، فلما جاء خاطبا وأرادك زوجة رضيت به. إذا لكن الميثاق الغليظ الذي ذكره الله في كتابه هي علاقة الرجل الزوجة بزوجها، سماه ربي ميثاقا غليظا. إذا هنا العلاقة بينكم علاقة خاصة وملفتة للنظر ولها تبعات ولها يعني أصل فيها التأبيد. هذا الأمر الأول، علاقة جديدة وعلاقة طارئة، وربي سبحانه وتعالى يعني يرسي بين الزوجين الرحمة والمودة والحب و الأشواق والاشتياق، رغم أن يعني مرات حتى يكون بينهم مشاكل، لكن يحبوا بعضهم راضين ببعضهم، حتى مرات شايب وعزوز يعني ما لهش علاقة بالأفلام هذين، هذا كله راهو يعني الجو الرومانسيات والقلوب، هذا كله فيه معنى شهواني حيواني، ما عرفش نقولها الكلمة هذه، ما يعني أزري بهذه الكلمة، هذا الحب والكلمة الطيبة الحلوة أزري بها واستخدمت في غير مضانها. فبناتنا ونساؤنا وأخواتنا وإخواننا والأزواج، انتبهوا للبعد نتاع مخرجات الإعلام الذي يحطم في الأسرة ويثير أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة جسدية فقط. الأمر الثاني في العلاقة الزوجية أن علاقة حميمية، يعني ليس مطلوبا أن تكون علاقة جزئية أو علاقة مثلا جانبية أو على ضفاف أو مؤقتة، لا، يعني ممكن علاقتك بزميلك في العمل، علاقتك بصديقك في العمل، علاقتك بأصحابك في الشارع بالجيران، ممكن تتركهم هؤلاء جميعا وتنتقل مكان ثاني، والأصدقاء لا يفرضون، ما فيش حد ينفرض عليك. لكن سبحان الله علاقة الزوج بزوجة علاقة دائمة وعلاقة ود وعلاقة انسجام وعلاقة تكاملية، كل يكمل صاحبه، يعني علاقة جسد بجسد وعلاقة روح بروح وعلاقة عقل بعقل وعلاقة شراكة ومسؤولية، يعني في المسكن في المأكل في المشرب في الفراش في النوم، العلاقة في المنتج أيضا، وهم الأولاد، هؤلاء الذين يعني خرجوا من صلبك وخرجوا من رحمها، هذا أولادك وأولادها، هذا أمه زوجتك وأنت أبوه، يعني هذا الذي بينكما حاجة كبيرة، منتج عظيم ربي أكرمكم به، فهم تصنعون لهم المستقبل الآمن على حسب العلاقة بين الزوجين. فالعلاقة الزوجية نقول
نستطيع أن نقول أنها علاقة متميزة، علاقة متميزة ولها طابع خاص، لها يعني كما يقولوا رصيد خاص بها، تختلف عن كل علاقة، وهي علاقة الحقيقة تلبي طموحات الإنسان ورغبته وتلبي تطلعاته. هذه رغبة، يعني تطلعات الإنسان سواء كان ذكرا أنثى حد سواء، وذلك ربي قال وجعل بينكم، هذه مسألة البينية، كل يحتاج للآخر. ومن هنا أقول أن أي سوء ظن، انتبهوا للكلام، أي سوء ظن أو انطباع سلبي على العلاقة الزوجية وإن هي توريطة وتزريطة ومصيبة ويريتني ما تزوجت، أي تفكير بهذا بالطريقة هذه يفضي إلى أن يبحث الإنسان عن البدائل خارج إطار العلاقة الزوجية. وهنا الخطورة، يعني أي نظرة سلبية أو أي انطباع سلبي قاعد يشكل في العلاقة الزوجية، شنو معناها في أي مجتمع؟ معناه يفضي بالبحث عن بدائل خارج الإطار المشروع النظيف النقي الصافي الذي اختاره الله لعباده. يعني مثلا يعني في بريطانيا يعني إحصائية 80% علاقة بين الرجال والنساء هي خارج إطار الزوجية، خارج إطار الزوجية، حتى بينهم أولاد، يعني ما يعني عقد صداقة بينهم أولاد بعدين يسجلوهم، ولكن هذه درت له مشكلة كبيرة. إذا العلاقة الزوجية يا أيها الزوج يا أيتها الزوجة هي مؤسسة مقدسة، ومؤسسة مقدسة وربانية، يجب علينا جميعا أن نحافظ على نجاح هذه المؤسسة ونتحمل قرار مشاركتي في هذه المؤسسة. ما دام أنت كنت شريكا تحمل أي قرار، وإياك يعني تدخل في مقارنات أو كنت تتوقع أكثر من ذلك، لا لا لا، الحياة تريد صبر. ولذلك أقول لما نقول مؤسسة مقدسة وربانية، فعلينا كأفراد أو خطباء دعاة قادة فكر رأي مصلحون نخب إعلاميون يهتموا بقضايا الأسرة، لأن المسؤولية جماعية على كافة المستويات، والأسرة والعلاقة الزوجية مستهدفة من مخرجات الإعلام، وإعادة الثقة في النواة الأولى في تشكيل الأسرة تبدأ بعلاقة، علاقة المودة والرحمة بين الزوجين، حتى لا يزهد الشباب ولا يزهد الفتيان والفتيات وأولادنا وبناتنا ويفكرون يعني بقضاء الوطر وإشباع الرغبة في خارج الحياة الزوجية وخارج إطار العلاقة المشروعة. لابد على الزوجين أن يقدما النموذج للأولاد، وهذا هو التحدي، هذا هو التحدي، لأنك أنت في النهاية أنا وأنت عايشين، كلنا وأنت عايشين مؤقت، الابتلاء في أن نؤدي دورنا، من ضمن دورنا أن نقدم نموذجا لأولادنا كيف يواجه الحياة وكيف يصنعون ويواجهون المستقبل. ولاحظوا يا إخوة سبحان الله، يعني أنا ألاحظ هنا أن وردت في القرآن لوصف العلاقة الزوجية المودة والرحمة، وصفها ربي بالبينية بين الرجل والمرأة، جعل بينكم مودة ورحمة. في آية أخرى في سورة البقرة يقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا 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 خطاب موجه للرجال، الخالق العظيم اللي أنت رضيت بعقد الزوجية وكتبت على كتاب الله وسنة رسول الله، على كتاب الله راه في كتاب الله أيها الزوج انتبه لروحك، قال ولهن مثل الذي عليهن، كما عليهن لهن، كما يجب عليهن لهن حقوق. شفت وعاشروهن بالمعروف. يا سلام، يعني هذه الآيات تنم عليه وتوضح وتبين على أن هذا ميثاق كتب بالحبر السري، يجب أن يخرج هذا الحبر ويبين حقيقته، وأن ميثاق يعني نحتاج إلى توصيات واضحة للحفاظ على البيت وعلى العلاقة الزوجية التي هي مستهدفة لانهيارها، ومخرجات الإعلام خير شاهد على ذلك. يعني لما يقول ولهن مثل الذي عليهن، أيها الزوج يا
يعني لاحظ انا هذا، تلاحظ البينيه والمثليه، يعني هذه يخدم السياق اللي نتحدث عنه، ان كما الزوجه تتجمل لزوجها وتتكحل لزوجها وتلبس احسن اللباس مهما كان سنها، انتبهي يا الزوجه، مش لما تكبري تزهدي وتقعدي حالتك حاله، راهو مش كويس هذا، هذا حق الزوج، بعدين يقعد يتطلع وتقولي لا 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 تبارك، فهمتي كلامي ولا فهمتي؟ حتى انت مدى ربي عاطي المراه زوجها وضع في الانثى الجاذبيه، فلا تزهد في هذا العطاء الرباني، ما دام هو في الحلال، ما دام هو في الحلال. فلما قال ولهن مثل الذي عليهن، معنى حتى الزوج يحسن التبعل، يعني يلبس كويس ويهتم بمظهره ويهتم بلباسه ويهتم بلباقته ولياقته واناقته. ها قال ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم رسول الله وحبر هذه الامه، شوف كيف فاهمين الدين، كيف فاهمين الاسلام. مش واحد يقدر يستدعي في النصوص اللي كلها يعني نار شايطه على المراه، لا. قال ابن عباس في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن حتى هي لها، شنو قال؟ قال اني لاتجمل واكتحل لزوجتي كما احب ان تتجمل وتكتحل لي. طبعا الكحل كان الرجال نوع معين يعني زمان، نوع من الزينه. فانت كما تحب زوجتك تطلع لبسه كويس، مش انت كنت تقول والله المراه الليبيه لما تكبر مش عارف تقعد تلبس الدبش المشرفد ومش عارف شنو، وانت يا انيق حتى انت راهو يعني لبسك عطيب، راهو مش معقوله رايح تدخان وسهر، غير هالبدله العربيه اللي تنسرب بها طول النهار، البس حاجه كويسه، عاد نشري حاجه ديرها للنوم، ديرها في الحوش، ديرها تقمعز معاهم قهوه، مش تقعد حالتك حاله وسنونك دخان ولحيتك حاله حاله، ومسكينه هي غير تقول لك بحد وخلاص، وتفتح التلفزيون وتشوف في عالم اخر، ده بالك راه هذا قهر حرام. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اني لاتجمل لامرأتي كما احب ان تتجمل لي. هذا قال ابن عباس رضي الله عنه، حبر هذه الامه، فهم القران، فهم العباده، وهذه عباده تؤجر عليها، وهذه الموده والرحمه، التحافظ على ديمي على الديمومه، وتحافظ على الكيان الذي امامك انه هو يرغب كما ترغب ويريد كما تريد. اما هكذا السلطه وكانك فحل داخل للبيت ووحش يعني حاله، لا لا حرام عليك، هذا حرام، هذا كله يدير امراض نفسيه وتراكمات، وبعد ينفجر البركان ويحدث الدمار للبيت ويضيع الاطفال. من هنا نريد من هذا الكلام اعاده ترميم العلاقه بين الازواج. يصير لنا فتور، يصير لنا مشاكل، يصير لنا شوية شياطينك يلعبوا يبرموا، صح ولا لا؟ فإعادة الترميم العلاقة يعني مهمة جدا، وهذا واجب وسائل الإعلام. يعني راهو مش كلها الحديث كله سياسة 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 سياسة، راهو محتاج، راهو الأسرة قاعدة مهددة، وهناك يعني قنوات كثيرة تتواصل، لما نقول قنوات يعني السوشيال ميديا بأنواعها، الفضائيات ما أكثرهن، الراديو ما أكثرهن، كلها تهجم على هذه الأسرة تريد تدميرها، لأن في ناس في الحياة ويبغونها عوجا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هنا دور الإعلام، النصح، التذكير، ويكون أهل اختصاص، مش يجي واحد مسكين عنده تجربة أليمة وكاره الحياة الزوجية ويجي هو ينظر على الناس. قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا تجارب كثيرة في ذلك كيف يتعامل. أما جي وحدة صارت لها أزمة نفسية في زواجها وكذا، وقاعدة تعطي في محاضرة في الجامعة وتنصح في الطلبة طالبات ما يتزوجنش، شنو تبن فيه الزواج وكذا، تدي تحكي على روحها. يراه حتى الشهادة الجامعية ما هيش ثقافة هي. لما يقول لك إنسان مثلا عنده شهادة جامعية ولا دكتور ولا بروف ولا أي حاجة، راه مش معناه أنه مثقف وواعي بالحياة. ممكن الحاجة مريم ولا الحاجة زينب ولا أحسن منها، لأن نسمع في كلامك بعض تبارك والله واحد حتى هو لا لا ماش علاقة. نحن مرجعيتنا واضحة، راهو الحياة تبي صبر، ولذلك محتاجين ترميم. ونذكر دائما بخطورة
التراكم السلبي والانطباع السلبي. كيف التراكم السلبي يتراكم؟ المرأة تتحمل تتحمل تتحمل، والرجل يتحمل يتحمل يتحمل. هذا لو ما حدش لم يحدث فيه فضفضة وتفريغ ووضع مراهم وعلاج وانتبيوتك مضاد حيوي مبكره، ينهار البيت. كيف هو الانطباع السلبي؟ نتكلم عن الانطباعات السلبية في الحياة الزوجية وكيفية علاجها بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معي. معنى الحياة بغير روح، وما روح بغير هدى الحياة. الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين، فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة، وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف. ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب، فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها، مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره. إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه، وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ، فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة، وهو الوجه المقابل للدلال الزائد، وكلاهما مرفوض. وخير الأمور أوسطها، والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه. فما معنى الحياة بغير روح، وما روح بغير هدى الحياة. مرحبا بكم من جديد. ما شاء الله فاصل طويل والله، مين قلت مع الشتاء، هذا يقطع لك الأفكار. انتبهوا للفواصل يا إخوة، يعني يكون قصيرة، بالذات لما يكون مواضيع زي الموضوع لليوم يبي تواصل طول. خذ فاصل قصير ورد، لكن وين قريب دقيقتين والله أقل. يلا خير، بارك الله فيه، نافع إن شاء الله. طيب خليني نبدأ الحديث عن جانب التراكم السلبي. كيف التراكم السلبي؟ يعني استدعاء الذكريات المريرة، هذا تراكم سلبي. كيف الذكريات المريرة؟ يعني تحصل بين الزوجين محطات مؤلمة أحيانا، لكن من أجل الاستمرارية لا ينبغي سحب الإرشيف. رد بالك تقول تصير مشكلة بينك وبين زوجتك، ولا أنت مسكين هو غلط، ولا كذا صارت له هكي ضعف. كل ما تصير مشكلة تقول له أنت مش غريب عليك يا ما درت، ولا تبيني ننسى. لا غلط، هذا شيء يولد له تعذر فيه بالخطأ، لا مش كويس، ساعديه. وكذلك أنت، هذا رأي يولد تراكم سلبي. كل ما تصير مشكلة طلع الأرشيف، هذا روح انتقامية وروح من التشفي ونفس غير نقية، يعني القصد منها الإطاحة، وخاصة لما يكون في مجتمع غالي عليه الإطاحة والضغينة منتشرة، ويحبوا فلان يغلط وفلان يدير وفلان يتبعوا في أخباره ليل نهار. لا مش كويس هذا، انتبه، هذا تراكم سلبي. طبعا البنات غير المتزوجات والشباب،
الغير متزوجين يعني يتأثر بمثل هذه الأحوال، خاصة في بيت الزوجية. يعني مثلا لما تشوف أنت، أعطيك مثال في التراكمات السلبية، قضية النكت يعني، والرسائل التي تتبادلها النساء ويتبادلها الرجال. يقول لك والله واحد لبناني مش عارف شنو، واحد سوري وكذا، ويتبادلون رسائل. يعني أحيانا حتى أستحي أني نحدثها، أنت بتعرفوها، جي ويقعد يعلق على المرأة اللي هي من بلده كأن هي ما تصلحش، وأن هي اللبنانية خير منها، والسورية خير منها، والخليجية خير منها، والمصرية تقول لها يا كذا، والخليجية تقول لها يا بعد عمري، والأخرى تقول لها يا حبيبي، وتقول لها يا عيوني، وانت هذاك تقول لها خيرك كأنك اليوم زعلان، هيك يبيها تقول لها هذا. شوف الامبسيت تكلن زي بعضهم وانت زيهم أيضا، واو ما فيش، انت ما فيش حاجة، هذا ممثلين كلهم يمثلوا. ولذلك ما تاخدش تفكيرك من الميديا والمسلسلات، يقلب لك راسك وتقعد تزهد فيما عندك والعياذ بالله. فهذا يعني كثر التداول مثل هذه النكت شيء يسبب تراكم سلبي ويزهد في الحياة الزوجية، وظن أن اللي عند الغير ليس عندك، فتتطلع إلى الغير وتزهد في اللي عندك، ويبدأ من كل حاجة بسيطة مشكلة. ولذلك أقول ننتبهوا لمثل هذه الأمور. طبعا الأولاد يسمعوا في النكت، والشباب والمتزوجون وغير متزوجين، والبنات متزوجات وغير متزوجات يسمعن في مثل هذه النكت، وتولد عندهم زهدا في الحياة الزوجية. يعني بعض الناس كأنه يقول تا متزوجت وخلاص، باش يكون عندي عيال، بنقعد يعني مش متزوج، كأنه مسبة وعيب. لا، هذه مش صحيح، هذا الكلام غير مجدي. حتى أن من يعني أحيانا نسمع يقول لك بعض النساء تقول أنا مش متزوجة، من كثرة من سير لها فوبيا، وسير لها حالة نفسية، وسير لها خوف. وبعضها تزوجت بمرارة وخوف وخايفة من المجهول، لما ترى من تراكم سلبي وحديث عن الأسرة وعن العلاقة الزوجية، أنها ليست علاقة مودة ورحمة، علاقتك كل واحد زرط في الآخر. هذا يحتاج إلى وعي. رأوا عندنا يعني تصحر ثقافي كبير كبير، لازم نعترفوا بها. عندنا تصحر في فهم الحياة، وحتى في فهم الدين، وفهم حتى كيف نحلوا مشاكلنا. يعني مثلا ضعف المهارات، ما عندناش مهارات، المهارات بين الزوجين. من ضمن التراكم السلبي، أسباب التراكم السلبي، ضعف المهارة بين الزوجين في تأهيل كل منهما لمواجهة الحياة. يعني غاية ما تتأهل به المرأة لما بيزوجوها، شو بيتأهل بها الزوج؟ اللباس، المكياج اللي بألف ولا ألفين، الاستعدادات لليلة العمر اللي هي معاش تكرر مرة واحدة، وتعدي للكوافير ولا المزين، وتقعد أهل عروس جد وشيلينا من هنا، يعني بمبلينا دمية، لكن جوا الله أعلم، هنا الله أعلم، تبي هذا حيذبل، وهذا علاقته محدودة الجسد. وغاية ما يتهيأ له الرجل وفارس الأحلام، الاستعداد والأحلام والخيالات والطائر تدور في ذهني، بالتالي في النهاية سوف شنو يصير؟ يعني الخيالات هذه لن تكون واقعية، هذه مش واقعية. ومن هنا يعني يحدث لنا نوع من الصدمة. ولذلك وجود مهارات تواصلية بين الزوجين، باعتبار أن حنكون مختلفين وأنا غيرك وأنت غيري، وقضية الاختلاف مش معنى أني أنا أتماهى فيك وأنت تتماهي في. الرجل لا يريد زوجا تتماهى وتذوب فيه، تحاكي شخصيته، يريد عندها رأي وتسمع وأخذ ويستأنس بها. وكذلك المرأة لا تريد زوجا متاع الأفلام، لبيك يا حبيبتي، لبيك يا سيدتي، لبيك. أنت بتعرف أفلام هذوما، خطوهم الـ MBC والجماعة هذوما، يخرفوا يدمروا وراء هذوما، ما خارج التغطية في الحياة الزوجية. ها، لكن لما قدوا نحن متأهلين ونأهلوا بناتنا ونأهلوا أولادنا، راهو في تنوع، راهو تبي تخش على بيت، تبي تحمل يوم كذا يوم كذا يوم كذا، تبي يعني
الحياة قائمة على التكاملية، قائمة على التبادلية، قائمة على المقايضة، ما تستعجلش، ما تجريش الطلاق على لسانك، من كل حبة تدير قبة وتهدد بالطلاق. يعني أنت تتعامل مع إنسان وأنت تتعامل مع إنسان، إنسان فيه غضب، فيه مزاج، فيه فورة، فيه سكون، فيه هدوء، فيه برود، فيه تغير أحوال. يعني هنا كأنك الواحد فاقد شيء يجده عند الآخر، لكن ما فيش واحد كامل. يعني لا يتصور أن الرجل يريد امرأة كاملة ولا في كل شيء أبدا. ولذلك العملية التبادلية أو التكاملية هذا إحساس وإيمان بالتنوع وبالاختلاف بين الرجل والمرأة، هذا مطلب. لا يمكن أن نساوي بعضنا، الزوج يساوي نفسه بزوجته، يبيها معايير معينة، والله نبي كيف اللي نحب بنات ديريها ولا لا لا، وكذلك الزوج، هذا فيه اختلاف، والمساواة بين المختلفين ظلم. يعني وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فالاختلاف هو، والتنوع هو قوة، هو زينة، هو جمال. لذلك علينا أن نسعى في التركيز على حقيقة المرأة والزوجة والأنثى، وحقيقة الرجل والزوج والذكر، حتى في تركيبة البيولوجية، بحيث كل واحد يفهم الثاني ويفهم دوافع الثاني. بالك التعامل مع الزوجة والمرأة أنها رجل، وكذلك المرأة تتعامل مع زوجها أنه امرأة في تركيبة النفسية. لا، يعني محاولة تأنيث الرجل أو تذكير المرأة، تأنيث المؤنث وتذكير المذكر، هو الحقيقة سفين يدق في عش العلاقة الزوجية. وهذا حتى في الخلقة نفسها، يعني حتى في الخلقة، خلقة المرأة تختلف عن خلقة الرجل. يعني في فرق كبير في الخلقة بينهما. يعني الرجل يقال أن يعني في مخ الرجل التفكير، شوف هذه في الخلقة، التفكير على الجانب الأيمن واللغة في الجانب الأيسر. التفكير تركيبة رسمة المخ، تركيبة المخ، خلق المخ، التفكير في الجانب الأيمن واللغة التعبير عن الجانب الأيسر. ولذلك إذا فكر الرجل تفكيرا عاطفيا حتى يريد أن يعبر، يريد يذهب للجانب الأيسر. هذا جماعة علم الطب، هذا التشريح، يذهب للجانب الأيسر عند نوع من البطء أو ثقل، لأن الأجهزة بتاع التفكير في وادي وأجهزة التعبير في وادي آخر. بالتالي يحتاج الرجل إلى تدريب كيف يعبر عن عواطفه، وكيف أنه هو يقول الكلمة الطيبة. عود روحك، ما تقولش الشيخ فيش يحكي، لا لا، أنا نحكي لك أن قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعامل في زوجاته، وتكلمت على حلقتين. يعني هذه عبادة وهذه دين نتقرب به من الله إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يحافظ على أهم نواة وهي الأسرة، ويحافظ على المنتج وهم الأولاد، لما يروا الوالدين قدوة لهما. فلذلك الرجل لابد أن يدرك هذا الشيء، والمرأة تحتاج فهم النفسية وفهم العقلية للرجل وكيف تتعامل بمثل هذه أشياء. أما يقعد يعني الرجل يحلم بأمور والمرأة تحلم بأمور، كما يقول بعضهم الرجل يحلم، يعني يقول بعضهم، يقول الرجل يحلم إن 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 كل رجل يجب أن يكون الناس كلهم تحته وأن يحكم العالم كيف يقولوا، والمرأة تريد رجل مطيع ويلبي كل رغباتها ويكون دائما كلامه طيب ومزاجه حلو. لا ما فيش كلام هذا، هناك ظروف، هناك أحوال، هناك أرشيف خاص، كل واحد عنده أرشيف خاص في حياته التربوية ونشأته التربوية. يعني هو تربى بطريقة وانت تربيتي بطريقة، في مشترك جامعة بينكما، رضيتما ببعضكما ولا تبي تحملوا القرار، هذا تبي تحملوا القرار، مش قولي كنت نحلم ورد بالك. وهذه مهمة جدا، قضية الـ ذكرت المهارات، قضية المقارنة، انتبهوا، رد بالك لما تدخل في المقارنة. تجي مرات قمعس في مجلس الصبايا وتقعد تقول، واحدة تحكي راجلي دار لي وراجلي شرالي وشار، واليوم شرينا وبكره مسافرين وبكره مش عارف ايش، واليوم غيرنا الاثاث، واليوم جاب لي وردة وجاب، راه في احدى تكذب برا. هو اول شيء المرأة ما ينبغيش تحكي الكلام هذا،
ليش؟ لان في دي مسكينه مش محصله اللي محصلتي، وفي وحدات يطج طج مذهب الطجاجات طج كذب هيك، وهي مسكينه زقدها طريحه ومقطع لها يعني اشعارها، ولكن هي مسكينه تبي تغطي وخلاص. لكن حتى على فرض انه موجود في اللي يدلل في زوجته وكذا، ما ينبغيش ان المراه تحكي الكلام هذا قدام النساء. اول شيء نقوله هذا من الاسرار، وثاني شيء العين حق، وثالث شيء تثيري وحده مسكينه تعدي البيت تقولها شوف مرات فلان راجلها شرالها وراجلها غير لها والاثاث والستاير، وهو مسكين على قد حاله والله مشغول، والله حتى هو طريقته في الحياه مش زي طريقه فلان. تبارك المقارنات، تبارك تخشي في المقارنات، خليك في عشك وخليك مع زوجك هو راس مالك، ما تضحيش به من اجل حديث امراه صدقت او كذبت. قضيه ايضا قضيه الانانيه في الحياه الزوجيه، وهذه مهمه يعني للحديث عنها الحقيقه. يعني ال 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 المراه دائما تتحدث والله انا صبرت وانا تحملت وانا يا ما دار لي ويا ما قال لي ويا ما دار لي وكذا، والرجل كذلك يقول انا بذلت من المال وشريت لها وعطيتها، لكن هي اللي ما تقدرش ومش صاحبة قدر. يعني كل واحد يتكلم بلغة مسرفة عن إنجازاته، هذا ما يحلش مشكلة راه. وانت حي لما تقعد تحكم بين اثنين مهابيل تكره تحكم بينهم، وكل واحد يعني في النهاية حتقربع. لا لا لا، الحديث هذا مش مفيد. هذه الأنانية ضرر كبير على الحياة الزوجية، ضرر كبير على الحياة الزوجية، دمرها. لماذا؟ لأنها تقضي على روح مهمة جدا، وهي روح إيش؟ روح التسامح، روح التنازل، روح عرف بعضه وأعرض عن بعض، روح الإغضاء مشي، روح التضخم الأنا الطاغية التي تدمر. تقضي على أيضا على 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 اعتبار يعني اعتبارات الجهد من الطرف الآخر. لكن إنصاف عزيز، إنصاف عزيز. زيد على ذلك لابد أن نستفيد من تجاربنا، يعني الأخطاء اللي وقعنا فيها نستفيد منها، ما نقدرش نكرر فيها. انتبهوا، هذه مهمة، لأننا لما نكرر الخطأ لا نتعلم من التجربة، لا نتعلم من التجربة. كل واحد منا ينتظر من الثاني أنه هو يصحح وأنه هو يعتذر وأنه هو يعني الذي يعترف. المرأة يعني تنتظر من الزوج أن يتغير، والزوج ينتظر من زوجته أن تتغير. أما فكرة أني أنا أتغير هذه قضية قد نعتبرها تطيح بكبريائنا. وش نولى أنا نعتذر لها؟ والله شو نحسب روحها؟ وهذاك شو نحسب روحها حتى هي وتبدأ الله الله علي ليلة العمر لولا هذيك راحت، وكتاب الله وسنة رسول الفاتحة راحت، ويبدأ الزقد والخبط. لا ما يصيرش الكلام هذا، راه ما يصيرش، حرام. خلي عندك كمان نفسي، كمان نفسي إيش؟ إنك تفكر في النتائج الكبرى. راهو العناد يخرب، العناد يدمر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. أسير كلمة، أسر وكلمة تطلق. المرأة كلمة زوجة وكلمة اتقوا الله، عوان أسيرات. وفي الأثر: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هذه قضية لابد يعني نحقنها في نفوس بناتنا أولادنا. أنا أتغير، ما ننتظرش الآخر يتغير تجاهي. أنا أقوم، أنا أبادر، أنا أسابق، أنا أكون من السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ديما الإنسان لما يسابق في الخير يكون مقرب، يكون مقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فهذه تنتبهوا لها، اللي هو الأنانية، أخطر حاجة الأنانية. وكل واحد يعد في أخطاء الآخر، وأنت درتي وأنت درتي، مع المقارنة طبعا، هو متطلع إلى غيرها وهي تشوف يعني قصة حزينة. تنتبهوا، لأن هذا كله المقارنات والمشاهدات في وسائل الإعلام، فيلم أو مسلسل أو مغنية أو رقاصة أو وحدة من اللي جماعة الرومانسيات، هذه حياة اندمر. والله أنتن العفيفات الطاهرات، والله أنتن العفيفات الطاهرات النيرات التقيات
المنورات والله حياتكم أفضل منهم، والله حياة ابن كد وكذب وفسق وفجور ومجون وضياع، وفي النهاية في الأخير يدخل قبرة واحدة ويقعد آثار ما قدمه للبشر في ميزان سيئاته وصحائف أعماله والعياذ بالله. نرسم الصورة الحقيقية للحياة بحقيقتها، فيها شدة وفيها رخاء وفيها عطاء وفيها منع، فيها سعادة وروح، وفيها أحيانا حزن وتغير مزاج. يعني نقول أنا نقعد واقعيين كويس، الواقعية كويس. طبعا الحديث يعني يطول، مازال أنا قلت لكم سوف يكون على حلقتين. حاول أتلقى بعض الرسائل لأن الجماعة قالوا تقريبا مازال 8 دقائق، وأنا مقصر في الإجابات على أسئلة الإخوة، وإن كان يعني بعض الأسئلة يطلع من الموضوع، لكن مش مشكلة إن شاء الله يكون في نفس الموضوع. طيب بسم الله، يقول جدنا الأسئلة بسم الله. ما اتصالات ما نقبلش أنا اتصالات، صدقني ما فيش اتصالات. بسم الله. أيوة، علمت أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عذاب، وذكر منهم التطير، وكنت أتطير من قبل، فهل إذا تبت منهم من هذا التطير يعني أدخل في هذا الحديث؟ فأكيد بإذن الله برحمة الله سبحانه وتعالى. التطير هو التشاؤم، التطير لا طيرة ولا هامة، قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: وفينا أناس يتطيرون، قال: هذا شيء يجده الناس في نفوسهم، فإذا تطيرت فامضي، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ليس له علاقة بلون ولا سانح ولا بارح ولا طويل ولا قصير ولا أسود ولا أبيض ولا يوم غبر ولا يوم، كله ما لهش علاقة، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا تركت هذا التطير هذا علامة صحة الإيمان وصحة العقيدة. وعلامات قبول التوبة هو الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا تحقق بالشروط، شروط الندم وعدم العود والعزم على عدم العود، ورد الحقوق إذا كان هناك حقوق لأناس، أما ترك الذنب والندم والعزم على عدم العود، هذين الشروط بينك وبين الله. وإذا كان في حقوق للعباد تردها، لأن حق العباد لا تنفعه فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى إلا برد الحقوق وتضمن الحقوق، أنك يعني واخذ شيء مكتسب شيء إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب كما يقبل إيمان الكافر، يعني هذه علامة خير، يعني ما يعني تقبل عليه وتقول وتقول يا ربي رجاءك وعفوك، يقول لك مانيش قابلك، بعيد، منزه الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم الودود لعباده. أول ما تفتح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، علاقة الرب بعباد علاقة الرحمة والقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقع علي أمس الطلاق أمام القاضي، لفظ الطلاق ثم قال محرم علي ليوم الدين، مع العلم أني موجود في بيت أهلي سنة، ما حكم عدة الطلاق؟ والله أنا الطلاق ما نفتي بيه على الهواء، هذه يا 90 رقمك 90 الرقم أعتقد وقع لي، تسأل دار الإفتاء، دار الإفتاء عندها تطبيق وعندها رقم، وتواصلوا معها، تواصلوا معها بتعرفوا أحكامكم الشرعية بإذن الله تعالى. مش عارف كم مازال من الوقت نجيب الأسئلة. أدعي لي يا شيخ بالفرج، ربي يفرج علينا وعليك يا رب، بالفرج وبالفتح، نسأل الله أن يفرج علينا وعليك وعلى كل مستمع وكل مشاهد وكل لم يستمع ومن لم يشاهد من المسلمين يا رب العالمين. هل مرتبات مجلس النواب حلال بعد حكم المحكمة العليا مع العلم بأن أموال الليبيين؟ توب بالله عليك، توب بالله عليك، تشوف في هالهبك اللي تشوف فيه واحد يحلف لي بالطلاق بمجلس النواب، تعرفوا حلال وحرام هم؟ يعني قصدك انت لما نقول لك حلال يعني امورهم ماشيه، لما نقول لك حرام امورهم تمام، ما هم دايرين لا حلال لا حرام، هم لا مدورين الا من رحم الله، حتى لا اعمم، في ناس فضلاء وناس، لكن واحد يحلف بالطلاق امام الناس امام العالم وما يماشي الميزانيه، وين عقل هذا؟ بسم الله عليه وعليه هلا، واللي انتخبوه على شاكلته، دي جاهليه، هذه جاهليه. فراو تعفي روحك، يعني هما يا ريتها مرتبات، في اللي خانوا بك،
في مرتبطين بدول أخرى، يقول لهم ديروا 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 خربوا والعياذ بالله. فيا أخي نقول لك هي ثقافة كما قلت لك في تصحر ثقافي ومعرفي عندنا نحن الليبيين تبين، حتى الحديث عن الدين بمراجعة في مواضيع خلاص قلت لهم بحث، الحياة أكبر من أننا نحطوها في أسئلة محددة ومكررة. فالفتوى متاعي أنا كان قلت لهم حرام، يقولوا والله الشيخ أسامة صلى الله بقى الحرام بنبطل من عنده قدم استقالة، والله إلا إلا خير كان سمعوا الكلام ما يسموش. ركعتي الفجر بعد الأذان، الأذان دخول الوقت يعني، وليس الأذان الأول، الأذان الثاني دخول الوقت. قال أنا أخوكم من العراق يقول من تجربتي الشخصية، قال إذا فكرت الزوجة كالرجل يتحول البيت إلى الجحيم، وإذا فكرت كامرأة يعم السلام والبيت. بارك الله فيك أخونا، بارك الله فيك. الدعاء دكتور في الصحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضكم يا رب العالمين. الرقم هذا هو الرقم اللي الرقم يوصلني على الرقم هذا هو الرقم يتواصل معه في الأسئلة والفتاوى. طبعا انتهى الوقت، والرقم 5013 نجيبك إن شاء الله بإذن الله تعالى. تقول إن مخطوبة بينها وبين خطيبها 20 عاما، نجيبك السؤال طويل جدا والوقت معش يسعفنا في برنامج آخر بعد هذه الحلقة. نكمل إن شاء الله العلاقة الزوجية ما لها وما عليها، كيف نواجهها، كيف نلايم بعضنا، وكيف نكمل عمرنا على خير وسلام، والراحة راهو في الجنة، واللي يبغيها في الدنيا بتاع بروحها. الراحة في الدنيا كيف تعيش وتحصل أدوات صحيحة في مواجهة الحياة. ألتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي، فأقبل نحو رضوان مقيم وفوز في غد لا شك.